المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار تغطيتنا لفعالية المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يسعدني أن أستضيف بالسيد محمد زهير المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بوجدة. أهلا وسهلا بكم سيد زهير. مرحبا أستاذة للا خديجة. أهلا وسهلا بكم سيد زهير. دائما يعني ارتباطا بموضوع المنتدى اللي هو السلامة الطرقية، ما هي حالة يعني أو وضعية السلامة الطرقية بجهة وجدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. في البداية وفي إطار هذا المنتدى الأول الأفريقي للسلامة الطرقية، الذي أعتبره شخصيا أهم محور أو أكسيون اللي قامت بها الوزارة في مجال السلامة الطرقية، والحمد لله كما قيل على لسان الجميع البارح أن المغرب اخطى خطوات جد مهمة في مجال السلامة الطرقية، وأصبح ربما على صعيد أفريقيا قدوة يقتدى به، وهذا شرف كبير ويطلب منا المزيد كلا في مكانه وحيث إقامته. في مجال السلامة الطرقية أو وضعية السلامة الطرقية ب الجهة الشرق، جهة وجدة أنقاد والأقاليم المتابعة لها، حقا يمكن أن نقول بأن وضعية كباقي الوضعيات على الصعيد الوطني هي ليست جد خطيرة، ولكن وليس زعما لا يؤخذ بعين الاعتبار، فهي في أهمية بالغة تقتضي منا العمل على إعدادات والقيام بما هو ملزم. على سبيل المثال، ما بين 2015 و2018 سجل في عدد القتلى حوالي 173، يعني حوالي 30 قتيل سنويا، والجروح الخطيرة تسجل 280 واحد، يعني بمقدار 57 جريح خطير كل سنة. وكذلك بما يتعلق بالمحاور الطرقية اللي كتشكل نقط سوداء تقريبا، او كتشكل واحد تراكم هاد الحوادث، هناك الطريق الوطنيه رقم 2 ما بين المقطع اللي كيربط ما بين بنيدرار واحفير على حوالي 14 كيلومتر. هذا يعني يعتبر من نقط يعتبر سوداء، من المحاور الطرقيه او المقاطع الطرقيه التي يستلزم التدبير والعمل على تصحيح الوضعية فيها. إضافة إلى هناك واحد العدد ديال النقاط السوداء تقريبا على صعيد تراب الجهة كنحصيو 36 نقطة سوداء، والمعالجة قائمة الذات. وتلاحظون يعني هناك انخفاض في حوادث السير ولا؟ حقا هناك واحد البرنامج كنسميه البصاص، هو لو بروغرام سبيسيال دي زامناجمون سيكوريتي، برنامج خاص بالتهيئات، نعم، تهيئات السلامة الطرقية اللي جد مهم على الصعيد الجهة. تخصص ليه حوالي 185 مليون ديال الدرهم، وهاد 185 مليون ديال الدرهم منها 151 مليون درهم خاصة لتهيئات السلامة الطرقية، كذاك تصحيح المسار ريكتيفيكاسيون تراسي او لي جيراتوار او لزاميناجمون نيسيسير في هذه القضيه هذه. وهناك كذلك فيما يتعلق حواجز السلامه الطرقيه 21 مليون ديال الدرهم لي ديسبوزيتيف دو سيكوريتي روتيير، وكذلك لي فوا لاتيرال او المحاور الجانبيه لسير الدواب او المعادمي السلامه الحمايه 15 مليون ديال الدرهم. إذن هذا مبلغ جد مهم، المقصود منه مما لا شك فيه أنه هو العمل على انخفاض عدد حوادث السير، الرفع من شروط السلامة وتهيئة المحاور الطرقية، وإحنا الأمل في زعما العمل على ربح 50% من هذيك المعطيات اللي عندنا
في افق 2020 2021 ان شاء الله تعالى. يعني دائما كنهضروا على افق 2021 2026. وضعت الوزاره استراتيجيه الوطنيه للسلامه الطرقيه، هذه الاستراتيجيه يعني تروم تخفيض يعني ب 50% من عدد قتلى حوادث السير. كيف تقومون بتنزيلها على مستوى جهه الشرق؟ دابا في اطار الجهه المتقدمه وفي اطار زعما تدبير الشان محلي الجهوي، تعمل المديريه الجهويه كباقي المديريات الجهويه على تنزيل هذوك المقتضيات وذوك القوانين والاستراتيجيات اللي تم سنها على الصعيد الوطني على الصعيد الجهوي وفي كل اقليم، والعمل كذلك مع المديرين الاقليميين التابعين للجهه. احنا في الجهه ديالنا كاين سبعه، دونك على اعداد او اظهار ابراز هذا الجانب ضمن البرامج العمل اللي عندهم السنويه او ثلاث سنوات او خمس سنوات، وكيكون تتبع عبر وضعيه هذه المحاور الطرقيه كبنيه اشغال في البنيه التحتيه، ثم كيكون واحد التتبع كذلك احصائي على استدراك الهدف المقصود من هذا من هذا من هذا من هذا العمل. كيف تقومون يعني بتتبع هذه البرامج؟ ما هي الآلية التي تقومون بها لتتبع هذه البرامج؟ الآلية هنا عندنا في الجانب الطرقي وفي الاكسبلوطاسيون روتير وفي الاستغلال الطرقي، كيكون هناك اجتماعات على الصعيد السنوي ونصف سنوي، وربما كذلك على الصعيد المركزي كيكون هنا تغطية أو تعبئة ديال الوضعية على الصعيد الجهة، ثم كنجيو للجهة ديالنا وكنديروها على شهر كل شهر واحد اللقاءات مع المديرين الإقليميين في تصحيح وأجوستمون، يعني تعديل وضعية برامج العمل حتى تجيب على المبتغى المقصود في مجال السلامة الطرقية. يعني وهل هناك لجان، يعني انتم كشريك في هذه اللجان تقومون يعني بتتبع هذه العمليات؟ انه على صعيد الجهه هناك لجنه جهويه للسلامه الطرقيه، سي لو كوميتي ريجيونال لا سيكوريتي روتيير، التي يراسها السيد الوالي ومقررها هو مدير ديال الجهيز، واعضاؤها كل المتدخلين في هذا المجال اللي هما متذكروا في ذاك البرنامج المندمج ديال السلامه الطرقيه اللي فيهم التربيه الوطنيه، الصحه العموميه، الوقايه المدنيه، الدراك، الامن، جميع المتدخلين كل في حسب اختصاصه، وكدير تقارير كل 3 شهور، وهذيك التقارير كتقيم وضعيه السلامه الطرقيه وانجاز البرامج كبرنامج لو بروغرام دو كونترول تكنيك، يعني البرنامج المراقبه التقنيه اللي كيدير برنامج وطني، ومن بعد كيكون برنامج جهوي وفيه نقاط المراقبه وفيه الاليات المراقبه والوضعيه واش كاين. الحقيقه راه لولا هذا العمل الجبار اللي كيتقام من الصعيد الوطني حتى من المركز الوطني الى الجهات، ما كان حصلنا على هذه النتائج الحمد لله اللي غاديين فيها. وحنا في هذا المنتدى، وما ادراك هذا المنتدى، هذا اللي ذو شان واحد الشان عظيم افريقي، سي اليشيل كونتيننتال، على صعيد قاره، وكنكونوا كنجزوا هذا العمل في مدينه مراكش. البارح كل واحد عبر على الفرح ديالو للمستوى اللي وصلناه في العمل، وكذلك لتموقعهم في المغرب وفي مراكش، وكذلك على رأسها السيد الوزير ديالنا واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. كيف تستفيدون أنتم يعني كمديرية جهوية من هذا المنتدى، المشاركة في هذا المنتدى؟ ما هي الاستفادة التي تستفيدون منها؟ مما لا شك فيه يعني فعليا أننا كنحضروا بمواظبة، وأننا كنسمعوا الناس من كل بلد، وكل واحد كيقول على التجربه ديالو، وحنا كنسجلوا كنستافدوا، وفي ختامه غيكون هناك في البدايه بعدا هناك افتتاح من السيد رئيس الحكومه والسيد الوزير والاخرين، وكل واحد وعطوا التوجيهات العامه، وفي الختام غيكون هناك دي ريكومونداسيون توصيات، هذيك التوصيات يجب العمل بها
وتنفيذها على أرض الواقع وغتعطي النتائج إن شاء الله تعالى. إحنا استفدنا هذا. ثم واحد القضية أخرى جد مفيدة، أنه خلال استراحات كيكون واحد اللقاءات بيننا وبين ممثلين في كل جهات، وكيكون تبادل وطني، تبادل انترناسيونال كذلك مع الإخوان اللي جاو في كل ربما تناقشون التحديات التحديات والأكسيون، كل شيء كيستافد من التجربة ديال الآخر، فهي عبارة عن مدرسة مستمرة إن صح التعبير، وفي تكوين مكثف، تكوين مكثف وسريع ومهم في هذا المجال هذا. نعم سيد زهير، هل هناك برامج أخرى يعني يمكنكم إطلاعنا عليها وإطلاع السادة المشاهدين عليها، برامج أخرى تعملون عليها يعني في هذا المجال، مجال تحسين السلامة الطرقية؟ مجال تحسين السلامة الطرقية هناك أولا التوعية، ثم التوعية بما فيها كلها، زائد التوعية اللي كتقام بها على الصعيد الوطني في التلفازة وكل وسائل الإرسال، وهناك كذلك البرامج العمل عليها والتقييم المتتبع فيها، وتخصيص واحد القسط من برامج العمل ديال المديرية الجهوية أو المديريات الإقليمية المكونة لها في مجال السلامة الطرقية. وهناك واحد العدد كثير من تصحيح ديال وضعية القارعة الطريق وكذلك المسطور، ثم بناية الجدران ديال السلامة الطرقية، وكذلك تشوير واحد الأهمية، تشوير الأفقي والعمودي، ثم دونك واحد العمل بانسجام وتنسيق مع كل المتدخلين في هذا المجال، واتخاذ هذا الموضوع بأهمية قصوى على الصعيد الجهة يرأسه السيد الوالي، ثم السيد رئيس الحكومة البارحة يهضر عليه. إذا يعني نتمنى أن يكون تطبيق ذلك، يعني لتكون هناك تنافسية بين الجهات، لما لا تكون جهة الشرق يعني تمثل أعلى نسبة من شروط السلامة الطرقية إن شاء الله. الهدف ديالنا 2020 ولا 21 غير هو انخفاض الأعداد الأرقام المهولة كاع كلها إلى 50%، وعلاش لا ما نقولوش في 2026 2027 غنديروا صفر حادثة أو صفر قتلى على الأقل، كوم أوبجيكتيف أمبيسي بور ترافايي. يعني لمواكبة هذه السلامة الطرقية أكيد هناك أوراش طرقية وهناك عديد من الأوراش التي تقومون بإنجازها، يعني قبل أن ننهي هذا الحوار، ما هي أهم هذه الأوراش وما هي القيمة المضافة التي ستأتي بها إن شاء الله؟ في الجهة الشرقية هناك أوراش طرقية جد مهمة، واللي أهم في هذا أن هناك واحد أولوية تعطت للطرق لا من قبل الجهة أي ممثل الناس، ولا من السلطات الولاية، ولا من الدولة اللي هي وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. فهناك اتفاقيات واحد 3 أو 4 الاتفاقيات مهمة اللي كتخص واحد المحاور الطرقية الأساسية الاستراتيجية، وخص بالذكر الطريق الوطنية 17 اللي كتربط ما بين وجدة وفيقي، الطريق الوطنية 15، الطريق الوطنية 19 ما بين توريت وناظور، الطريق الوطنية 15 ما بين قرسيف وناظور، وهناك طرق جهوية وطرق إقليمية، واحد النقاط الأساسية اللي هي موضوع الاتفاقية الشراكة بتمويل من قبل الجهة ومن قبل الوزارة. تم الشروع يعني في تنفيذها ولا؟ تم الشروع فيها، تخص تقريبا حوالي 1286 كيلومتر بواحد غلاف مالي جد مهم، ومن هذا بقى واحد 4 العمليات ولا 5 العمليات انطلقت، وأخرى ستنطلق إن شاء الله تعالى في بداية 2019، وغتنتهي هذه المشاهد المنجز إنجاز هذه الاتفاقية في غضون 2022. إذا إن شاء الله تعالى إحنا عندنا واحد أمل جد مهم في المنطقة، وهناك طرق دائرية تحيط بالمدينة من أجل خفض ذاك تكاتف حركة السير في وسط المدينة، وظهور نقاط السوداء ونقاط الحوادث. إذا كان هناك واحد الأمور هذا، إضافة إلى أن توسيع الطرق، ما بقاش نديروا الطرق المضيقة، نديروا الطرق يعني التفكير قبل استشرافي قبل يعني تماماً. أن وإعداد
واحد مسار او تعبئه شامله زعما على الطريق، ربما مستقبلا يكون تراموا يكون شي حاجه تماك. نتمنى لكم التوفيق سيد زهير، والله يوفقنا لما فيه الخير ان شاء الله. شكرا لكم سيد زهير على كل هذه التوضيحات وعلى كل هذه المعلومات وعلى الوقت الذي خصصتموه لقناتنا، شكرا لكم. شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. أعزائي المشاهدين، شكرا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.